جهوزية تامة وروح معنوية عالية كانت السمة المشتركة ما بين المنتخبين العماني والإماراتي في مرانهم الأخير قبل النهائي المرتقب. فعلى استاد عبد الله الخليفة بنادي اليرموك أنهى المنتخب الإماراتي تدريبه الأخير قبل خوض المباراة النهائية، ويحظه الأمل بالتتويج باللقب الخليجي للمرة الثالثة في تاريخه. مباراة مهمة، هي مسك الختام، تكلمنا فيها مع اللعيبة، يمكن أن كل التعب اللي تعبناه في الأيام السابقة ما راح يتثمر إلا في المباراة القادمة هذه. اللي شفته واللي لاحظته في اللعيبة أن اللعيبة جاهزين وعندهم الإصرار الكبير على حصد البطولة. أما على استاد نادي الكويت فكانت الأجواء حماسية لمنتخب السلطنة العمانية، واضعا مدرب المنتخب الهولندي بن فيربيك لمساته الأخيرة لمواجهة المنتخب الإماراتي. فالأحمر الجاهز تماما يطمح للقب ثان في تاريخه يكرر فيه إنجازه عام 2009 عندما خطف أول لقب له في البطولات الخليجية. أكيد المباراة راح تكون صعبة على الفريقين، المنتخب الإماراتي منتخب قوي عنده عناصر مميزة، ولكن احنا نفس الشيء، يعني فريقنا ما وصل هالمرحلة اللي احنا فريقنا كان يستاهل. طبعا اكيد احنا مستعدين، كل استعداد لهي المباراة، معنويات شباب عالية، ان شاء الله وقفة جمهورنا ووقفة المسؤولين ووقفة الناس كلها معانا ان شاء الله راح تعطينا دافع معنوي. اكيد المواجهة راح تكون صعبة، الحظوظ متساوية بين المنتخب العماني والمنتخب الاماراتي، في النهاية هي مجرد مباراة، نحن في النهاية نحن اشقاء قبل كل شيء، بس ان شاء الله باذن الله عازمين على تحقيق الفوز. امامنا وخلفنا جمهور كبير، جمهور عظيم ينتظر منا الشيء الكثير في أرضية الملعب، وإن شاء الله قادرين أن نحقق الفرحة للجمهور اللي راح يكون موجود والجمهور اللي ينتظرنا في سلطنة عمان. إذن المعطيات تكشف لنا نهائي سيكون على صفيح ساخن ما بين المنتخبين العماني والإماراتي، فمن سيكون بطل خليجي 23؟ رائد الشمري لتلفزيون دولة الكويت.